السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم سنقوم بشرح درس التحليل الكهربائي البسيط لكلور الزنك. إذن الوسائل المستعملة: وعاء زجاجي، مصريين من الغرافيت أو الفحم مربوطين بمولد للتيار الكهربائي المستمر. المصرى المربوط بالقطب الموجب يسمى المصعد. المصرى المربوط بالقطب السالب يسمى المهبط. مباشرة عند الضغط على زر التشغيل نلاحظ تصاعد فقاعات غازية على مستوى المصعد. نقرب المصعد حتى نلاحظ جيدا. إذا تصاعد فقاعات غازية على مستوى المصعد وهو عفوا غاز الكلور الذي يتم الكشف عنه بزوال اللون الأزرق لكاشف النيلة. ما معنى هذا؟ معناه أننا لو نقوم بوضع قطرات من محلول كاشف النيلة بالقرب من المصعد الذي يتميز بلون أزرق نلاحظ اختفاء لونه الأزرق، وهذا يدل على أن الغاز المنطلق هو غاز الكلور أو ثنائي الكلور Cl2. الآن سنلاحظ ماذا يحدث على مستوى المهبط. على مستوى المهبط نلاحظ ترسب معدن الزنك. هذا فيما يخص الملاحظة. الآن سنذهب إلى التفسير. نبدأ بالمصعد. عند المصعد نلاحظ أن عند مرور التيار الكهربائي في محلول كلور زنك تتجه شوارد الكلور السالبة نحو المصعد لتفقد كل شاردة إلكترون متحولة إلى ذرة، وتتحد كل ذرتين من الكلور مشكلة غاز الكلور Cl2. نلاحظ مرة أخرى، تتحد كل ذرتين بعدما تفقدان إلكترونين وتتحول إلى جزيء غاز الكلور. إذن تفقد الشاردة الأولى إلكترون متحولة إلى ذرة كلور، وتفقد الشاردة الثانية إلكترون متحولة إلى ذرة هي أيضا، ثم تتحد ذرتين من الكلور متحولة إلى جزيء غاز الكلور Cl2. نقرأ التفسير معا. اتجهت شوارد الكلور إلى المصعد حيث تخلت له كل شاردة على إلكترون واحد متحولة بذلك إلى ذرة كلور، ثم ترتبط كل ذرتين مكونة جزيء غاز الكلور. الآن سنذهب عند المهبط. عند المهبط نلاحظ اتجاه شوارد الزنك نحوه لتكتسب كل شاردة إلكترونين متحولة إلى ذرة الزنك ومنه إلى معدن الزنك. إذا نلاحظ أن كل شاردتين تكتسب إلكترونين لأن شاردة الزنك متشردة بإلكترونين، لذا عند اكتسابها لإلكترونين تصبح ذرة من جديد. وهذا ما يسمى علميا بهجرة الشوارد. معناه أن الشوارد السالبة تهجر نحو القطب الموجب، والشوارد الموجبة تهجر نحو القطب السالب. إذا نقرأ التفسير معا. اتجهت شوارد الزنك إلى المهبط حيث أخذت منه كل شاردة إلكترونين متحولة بذلك إلى ذرة زنك، فتبقى على المهبط على شكل راسب الزنك، راسب معدن الزنك. ويمكن نمذجة هذه التحولات الكيميائية بمعادلات كيميائية كالآتي. نبدأ أولا بالمعادلة النصفية عند المهبط. إذا عند المهبط نلاحظ أن شاردة الزنك قد اكتسبت إلكترونين فتحولت بذلك إلى ذرة الزنك. الآن عند المصعد، المعادلة النصفية عند المصعد. عند المصعد كل شاردة كلور تفقد إلكترون واحد متحولة إلى ذرة كلور. الآن شاردتين من الكلور تفقد إلكترونين متحولة إلى غاز الكلور كما قلنا سابقا، تتحد
كل ذرتين متحولة إلى جزيء غاز الكلور Cl2. المعادلة النهائية التي تكتب، أي المعادلة النسبية، تكتب 2 Cl سهم 2 إلكترون زائد Cl2. الآن نذهب إلى المعادلة الإجمالية. في المعادلة الإجمالية نقوم بجمع المعادلتين بحيث نكتب Zn2 موجب زائد 2 Cl وهذه الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك. سهم يعطي ذرة زنك، معناه معدن الزنك زائد غاز الكلور. معدن الزنك الذي ترسب لنا عند المهبط، وغاز الكلور الذي تصاعد على شق فقاعات غازية عند المصعد. أما بالنسبة للإلكترونين فقد اختزلا سابقا. وفي الأخير أتمنى أن يكون الدرس مفهوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.